تعالوا وانضموا إلي بمغامرة شيقة في برنامج الرسم مع الطبيعة. مرحبا جميعا، أنا الرسام هاينر هيرتلينغ. لقد رسمت لكم الأشجار الجميلة بأنواعها المختلفة في المنتزه القريب من منزلي. أدعوكم لمتابعتي كي تتعلموا كيف ترسمونها. لن تحتاجوا إلا لأربع ريشات، الريشة المربعة والريشتان المبرومتان والريشة الرفيعة لرسم التفاصيل الدقيقة. الطبيعة مليئة بالأشجار طوال العام، لكنني أستخدم دائما اللون البرتقالي. إنها مغامرة جميلة، لنذهب ونرسم إذن. ما لفت نظري اليوم هو شجرة البلوط الحمراء والجميلة جدا تلك. لنضع الخطوط العريضة لتحديد حجم اللوحة، والآن سأستعمل ريشتي العريضة لرسم الحدود الرئيسة لرسمتي. أولا سأرسم خط الأفق، سيكون هنا، أما هنا فسيكون خط الشجرة التي تبدو في الزاوية البعيدة من تلك البحيرة الجميلة، وهنا سأرسم حدود الأشجار ذات الأوراق الحمراء عند جانب اللوحة، أما هنا فسأرسم بشكل زاوية الأرضية حيث تتناثر أوراق الخريف. رسم الزوايا في الأرض سيكون ممتعاً. الشجرة العملاقة ستكون هنا، وإلى هذا الجانب ستكون الشجرتان الصغيرتان اللتان تشكل خطوطهما شكل النفق، أما هنا فتطوف جزيرة صغيرة في الوسط نما عليها بعض الأشجار الصغيرة، نحدد طيفها بهذا الشكل على وجه الماء. لقد أسسنا الخطوط الرئيسية، من ثم سنكمل الفراغات. استعمال الريشة الكبيرة يكون أحياناً مفيداً، خصوصاً إن كان وقتنا قصيراً وعلينا ملء فراغات كبيرة. سماء اليوم صافية، لذا سأضيف بعضاً من اللون الأبيض في المجال المخصص للسماء باستعمال الريشة الكبيرة. لا ننسى وراء الشجرة أيضاً، بالرغم من إضافتنا لاحقاً اللون الأحمر. إذن أنشر اللون الأبيض مكان السماء في الأسفل. سبب استعمال اللون الأبيض في الأسفل هو لأنني سألونها لاحقاً باللون الأزرق ليبرز انعكاس السماء على البحيرة. سألونها سريعاً بهذه الطريقة. مجدداً أذكر أن الرسم ليس كصورة تأخذها بواسطة الكاميرا، فلوحتك قابلة للتعديل والتغيير. والآن بما أنني حددت اللون الأبيض في اللوحة، سأبدأ باللون الأزرق الممتد فوق اللون الأبيض من الأعلى إلى الأسفل. سأضيف الأزرق أيضا إلى الماء حتى يظهر الانعكاس. لا تقلق بشأن الأرضية، فلونها سيطغى على الأزرق. هذا المنظر الخلاب يستوعب ألوانا عديدة، لذلك سأستعمل القليل من اللون الأحمر الداكن وأعمد إلى تمويجه في السماء أيضاً. إنه يوحي بالدفء، كما سيليق أيضاً بلون الشجرة الحمراء حتى تظهر بشكل محبب. أجل. الآن هدفي هو تغطية أكبر مساحة ممكنة من لوحتي، وسأبدأ من البعيد إلى القريب. فسأرسم بداية الجهة المقابلة للبحيرة. سأضع القليل من الأسود مع القليل من الأزرق الداكن لتبدو المسافة بعيدة، وسأترك مساحة لتلك الأشجار البعيدة، وسأمرر اللون أيضاً فوق جذع الشجرة ليعطينا تأثير الظل من خلف الأوراق والغصون، وبذلك تبدو أكثر عفوية. حسناً، إذن يبدو أنني استعملت الكثير من الأزرق، لكن انظروا إلى جميع ألوان الخريف أمامنا، ولكن هذه الألوان سوف أحدد لها اللون البرتقالي الداكن بواسطة ريشتي، وأضيف معها القليل من اللون الأبيض أيضاً لتتناسق الألوان. لقد علق شيء على ريشتي. تفقدوا معداتكم من الحين إلى الآخر.
نستمر في الدمج وندمج 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 حتى تظهر الألوان الأربعة التي نراها هناك في الأشجار الذهبية. وأريد أن أبقي المنظر غير واضح لأنه بعيد. أريد أن أحدد الجهة البعيدة من البحيرة حيث اليابسة تلتقي مع الماء، وأرى خطاً لافتاً هناك، وهو في الواقع خط من العشب فاتح اللون، لكن لن أستطيع رسم خط ثابت بواسطة ريشتي، لذلك سأستعمل هذا الشيء المصنوع من الحديد الخالص الذي لن أستعمله أبداً لضرب أحد، ويمكن صنع هذا الشيء من خشب شجرة عجوز، وتسمى هذه العصات لمسطرة الرسام. بتثبيت تلك المسطرة على اللوحة سأستطيع تمرير فرشاتي من فوقها لصنع خط ثابت جميل، وأقوم برسمه مستعملا القليل من اللون الأصفر لتحديد خط العشب هناك. أترون؟ لقد نجحت العملية. وتستعمل المسطرة أيضا لتثبيت أيديكم لرسم التفاصيل بدقة، لذا أحضروا أي عصا مستقيمة، ربما عصا الجولف أو العكاز، وهذا يكفي. كما تلاحظون لم يتطلب الأمر الكثير من الوقت لرسم الضفة المقابلة من البحيرة. بدأت اللوحة تعجبني. سأستعين الآن بفرشاتي الدقيقة لرسم بعض التفاصيل الصغيرة هناك. أرى بعض جذوع الشجر هناك، لا تبدو كثيرة ولا يجب أن ترسم جميعها لأنها داكنة، لكنني ألمح الفاتحة منها أيضاً، لذا يتطلب الأمر تفتيح بعضها وتعتيم بعضها. والآن سأرسم ظلال هذه الأشجار بشكل عكسي في الماء. طريقة دمجي للألوان تحدث بطريقة أكثر إبهاراً على لوحتي مما تحدث في الحقيقة. التمييز في درجات الألوان أهم من الرسم، فعندما أضع الأحمر وألاحظ أنني أفرطت باستعماله أدرك فوراً أن الأخضر هو المتمم لتفتيحه، والأمر عينه ينطبق على البرتقالي والأزرق وباقي الألوان المتممة لبعضها. إذن احفظ درجات ألوانك. تأثير ذلك الانعكاس سيبدو مختلفاً قليلاً بين الأعلى والأسفل، ويعود ذلك للانعكاس الموجود على الماء. والآن يجب علي أن أختار اللون الذي سأضعه للجهة العليا من البحيرة. يا للهول، إنه داكن جداً، أحتاج للون أفتح. هذا انعكاس شجرة هنا، نضع اللون البرتقالي هنا أيضاً، ولدينا شجرة صفراء هنا. وللحصول على التأثير البصري للماء نمرر الفرشاة بطريقة أفقية. احرصوا على أن تكون أفقية، لن ينجح الأمر أبداً إذا كانت التمريرة متعرجة. لدي الكثير من الانعكاسات في الماء، لكن لا داعي للقلق، أنجزت كل ما يتعلق بالضفة المقابلة للبحيرة. حسناً، الآن أريد تلوين الأرضية الأمامية في لوحتي. سأستخدم بعض الألوان الداكنة. دائماً تتحمل المساحة الأمامية من اللوحة الألوان الداكنة والغنية. سأستعمل اللون الأصفر الطيني على طول الضفة الأمامية بهذه الطريقة، وفوق تلك التلة أيضاً. يجب أن أركز على تلك الصفصافة الخجولة في وسط البحيرة، ويجب أن أرسم روعتها على الفور. علي باللون الأبيض والأصفر وحتى الأصفر الفاتح، ويجب أن يكون موضعها في الوسط تقريبا. سأضعها هنا
أمام الخط الأفقي بقليل فقط، طغى اللون الأصفر. سأضع بعض الأبيض من جانب واحد لتفتيحها. إنها تنمو من بين شجيرات مختلفة اللون. سأضع بعض الأحمر، وسأضع القليل من البرتقالي هنا. تبدو مشعة قليلاً الآن. وكما نفعل دائماً، نرسم انعكاسها على سطح الماء. وأضيف بعض جذوع الشجر لتوضيح نوع الشجرة، لكنني لن أغمق لون الجذوع حتى. لطخوها بيدكم قليلاً، ولا تنسوا رسم انعكاسها أيضاً. حسناً، خطوة التالية ستكون تحديد مكان رسم جذوع شجرة الداكنة الكبيرة. ستكون تماماً هنا. أقوم برسم الجذع من الأسفل إلى الأعلى وكأنها تنمو أمامي. لن يكون مناسباً رسمها بالعكس. هذا الجذع يبدو نحيفاً. ألطخ ريشتي مجدداً وأجعل الجذع أعرض بقليل، من ثم أميل الريشة قليلاً لأشعب غصناً من الجذع. هذه هي الشجرة الكبيرة، وفي الحقيقة هذه الصغيرة قربها هي ذات اللون الأحمر الطاغي. وإن أردت أن تنحف الخط، عليك بإبعاد الريشة قليلاً عن اللوحة، وبذلك ينحف الخط تلقائياً. القليل من اللون البني سيجعل الجذع داكناً قليلاً. حسناً، سأرسم هنا جذوع الأشجار الأخرى. هنا أرسم جذعاً، وهنا أرسم آخر يصل إلى زاوية اللوحة. أريد أن أضيف شيئاً على الماء. أرى تأثير الهواء تاركاً تموجات على سطح الماء، وسأترجم ما أراه مباشرة على لوحتي. سأستخدم سكين الرسام، وهو عبارة عن سكين مفلطح طوله 5 سنتيمترات تقريباً. أستخدم جانبه بهذه الطريقة لكي أرسم تأثير الهواء بطريقة أفقية. كما أن تلك التأثيرات تحدد سطح الماء، وإن أردت أن أمرر السكين فوق الجذوع لا داعي للقلق بشأن ذلك. أستطيع تعديلها بضربة. سأريكم كيف يتم ذلك بعد دقيقة. أمرر السكين فوق تلك المنطقة. أفعل ذلك أيضاً لإبراز الانعكاس. وفي الواقع أمام ذلك الانعكاس تطوف بعض العيدان، بل مجموعة من العيدان. ولتخفيف اللون الأخضر أمزج معه اللون المتمم له وهو الأحمر، فأحصل بذلك على لون أخضر متوازن. حسناً، الآن أصبح للبحيرة سطح واضح وهو الماء. نبدأ من الأسفل مجدداً ونمررها صعوداً. حسناً، أنجزت تلك المهمة وتلك المهمة. البحث عن المنظر المثالي ليس بالعملية المعقدة والمحيرة. قد تجد قرب منزلك الكثير من المناظر الخلابة فقط إن أحسنت استعمال ذلك الإطار الورقي. انظر من خلاله واجعل إطاراً محدداً للوحتك، وستبرع باختيارك المناظر.
وهنا وصلنا إلى الفقرة الممتعة، فقرة رسم شجرة البلوط الحمراء. سأستعمل اللون البني مع القليل من اللون القرمزي الداكن، وسألطخ بريشتي على الغصون بطريقة مكثفة، مستخدماً اللون الأحمر الداكن الظاهر أمامي. الأحمر الداكن والبني الداكن يقومان بتغطية مساحة كبيرة من اللوحة. أحب أن أبدأ دائماً باللون الداكن، من ثم أتطرق لوضع اللون الفاتح فوقه لتظهر الأوراق وكأنها متداخلة مع بعضها. في الأسفل خلف الشجرتين يوجد تلة صغيرة هنا، علي تلوينها أيضاً باللون الأحمر، تمتد إلى هنا أيضاً. يوجد كم كبير من اللون الأحمر. أتعلمون، حين سيسترق أحد النظر إلى لوحتكم سيتفاجأ بما تفعلون، فليس لديه أدنى فكرة على أن ما نفعله هو جزء من الخطة، لكنه سيبدو منبهراً بما سيراه في النهاية. لقد حددت المناطق الداكنة، والآن سأستخدم الفرشاة نفسها وسأستخدم البرتقالية والأحمر وأمررها فوقها. يكفي تحديد بعض أوراق شجرة البلوط بشكلها المعروف ليعرف من يراها على الفور بأنها شجرة بلوط. أترون، حتى الفرشاة الكبيرة ستتمكن من إعطائنا شكل ورقة أنيقا جدا بمجرد لمسها على اللوحة. لا تبالغ بإسناد الريشة على اللوحة، عندها ستمتزج الألوان وتصنعون وحلا. مجددا أعزز اللون الأحمر الهادئ حيث يصل ضوء النهار. كونوا دقيقين وخفيفين عند رسم أطراف هذه الشجرة. ما أجمل شجرة البلوط هذه، إنها شجرة حمراء. لقد درجنا اللون الأحمر بثلاث درجات: الأحمر الداكن، الأحمر الهادئ الذي أستخدمه الآن، والأحمر الفاتح الذي سأضعه فوق الألوان السابقة. هنا أنهينا رسم الأساسيات. لقد برز الجزء الأمامي من اللوحة بشكل معتم، لذا أستخدم الريشة الدقيقة لإضافة الضوء على الشجرة الكبيرة. ها هو الضوء. عليكم إضافته إلى كل أجزائها لإنهائها تماماً وإظهارها بالشكل الذي تريدون. ما زلت أضيف بعض تأثيرات الإضاءة. هاتان الشجرتان النحيفتان تحتاجان لبعض التفاصيل. سأضيف بعض الغصون إليها كي تبدو ممتلئة قليلا. مع هذه الأشجار سأستعمل بكل بساطة لون الصدأ البني لتبيان نوع الشجرة للناظر. نبدأ عادة بالتلطيخ باللون البني، تلطيخ كثيف هنا. أستعمل الآن اللون البني الرملي فوق بني الصدأ. هذا تماماً اللون الذي أريده. الآن لا يبدو نوع الشجرة واضحاً، فعلي أن أرسم بدقة بعض أوراق شجرة البلوط ليفهم الناس ما نقوم برسمه في الواقع. أريد زيادة اللون الداكن على الشجرة الحمراء الكبيرة، لكن يجب أن أنتبه جيداً كيف أتعامل بدقة مع الأطراف.
حسناً، هذا هو التأثير الذي أراه على الشجرة الحمراء. قام الخريف بإسقاط بعض الأوراق على الأرض، وبما أن المكان خالٍ تبعثرت الأوراق في المكان كله. سأستعمل السكينة لتحديد الأوراق وأضع عليها ألواناً مختلفة في الوقت عينه. حين أمررها بهذه الطريقة سترون اللون البني والبيج اللذين يشكلان لونين متناغمين. هكذا تحصلون على جميع ألوان الخريف بضربة واحدة، ولا أريد مزجها كثيراً لأنني أحتاج أن أميز بين اللون الفاتح وبين اللون الداكن. انظروا كيف بدأت تظهر على شكل أوراق الخريف، إنها في كل مكان بسبب الهواء الذي بعثرها. تعتبر الخربشة عنصراً أساسياً في الرسم، إنها تبعد التعقيد عن المنظر الأمامي، كما تخلصك من كم كبير من التفاصيل وتجعلك تدرس الأشكال بشكلها البسيط. حسناً، سأضع بعض الألوان الداكنة هنا لتظهر تضاريس الأرض، وعلى التلة هنا نبت قليل من الشجيرات. سأرسم هنا شجيرة ذهبية ستكون أنيقة هنا. سأرسم الفروع أولاً ثم ساق الشجيرة. أمسك الريشة بطرفها بهذه الطريقة وكأنها ستسقط من يدك لترسم خطوطاً رقيقة كتلك. ستكون هذه الحجر الأساس لتلك الشجيرة الذهبية. والآن بالريشة الدقيقة، بل بالريشة الكبيرة، اغمسها جيداً باللون الذهبي وحدد بها بتمريرات خفيفة هكذا لتبدو كمجموعة من الأوراق وليس كل ورقة على حدة. الرسم في الطبيعة يتطلب الخربشة. خربشوا إذن لتضليل بعض التفاصيل الدقيقة وإلقاء الضوء على التفاصيل الكبيرة. هذه هي الدرجة الداكنة من اللون البرتقالي، وسأستخدم الأفتح بدرجة لإضاءتها. لا تترددوا بتكثيف الطلاء على الريشة، فالرسم بالزيت يتحمل سماكة الألوان. بما أن العشب نام على تلك المنحدرات فوق التلة، فسأستخدم اللون الأخضر النقي بواسطة الريشة الكبيرة وأمررها على طريقة ضربات عامودية، وأنظر إلى اللوحة بعد كل ضربة لأرى صحة رسمي، وإن رأيت خطأ علي تصحيحه. انظر جيدا، لقد رسمت الملايين من الأعشاب بخمس ضربات فقط. تبدو جيدة. مجدداً، لست أرسم لتكوين صورة طبق الأصل، بل أرسم ما أستوحيه. أقوم بتنسيق الألوان. كما يبدو لي أن العشب ممتد إلى تلك الناحية أيضاً. حسناً، إذن سأتركها كما هي. Coming in from an outside.
بعد رجوعكم من جلسة رسم في الهواء الطلق، يتوجب عليكم تنظيف معداتكم وأحياناً تفقد ألوانكم كي لا تفسدوا متعة استخدامها في المرة المقبلة. أريد أن أشكر الجميع على متابعتي. أنا الرسام هاينر هيرتلينغ، أراكم قريباً. انضموا إلي في الحلقة المقبلة من برنامج الرسم مع الطبيعة لمغامرة رسم جديدة. التناقض في الرسم يولد عادة نقطة مركزية. يجب أن تتضمن اللوحة السليمة نقطة مركزية، وباستخدام أفتح الألوان بجانب أتكن الألوان ستقود المشاهد إلى حيث تشاء أنت. لمعلومات إضافية حول الرسم مع الطبيعة، زوروا موقعنا البارز أمامكم على الشاشة.